بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير وطاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم من هنا من أرضية هذا الميدان المميز، ميدان المرموم في ختامي المرموم، أيضا في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان المتميز السنوي هنا في هذا الميدان المميز. تتواصل الانطلاقات والتحديات المميزة في هذا الصباح الجميل في ثاني أيام هذا المهرجان بانطلاقة جديدة وشوط جديد. هنا شوطنا الثالث عشر والذي يحمل في طياته فئة الجعدان. نسير مشاهدينا الكرام مع هذه الأعداد الهائلة لنتابع معكم مجريات هذا الشوط، ونبدأ مع المركز الأول وبداية هذا المسار والمقدمة الأولى. مشاهدينا الأفاضل المتابعين الكرام، نبدأ مع المركز الأول، أول المنطلقين كيفان نتابع البداية والصدارة، والمركز الأول كفو لمحمد بن حمد بن سيف المزروعي من يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني يصل هنا ويتقدم كيفان لجهجير بن صالح بن محمد البلوشي، يتقدم بالمركز الثاني، ولكن هنا تقدم في المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام مخوف عبد الله بن ظاهر بن حمد السعدي قادم. المركز الثالث، المركز الرابع تدخل ايضا قادم من معوض لعلي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وتقدم نيشان لسالم بن محمد بن متعرض العفاري قادم. بو محمد وصل المركز الخامس وغير شعاره الى المركز الرابع. المركز السادس وصل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام صايب لخميس بن سعيد، هنا من يتقدم بخميس بن سالم بخميس الشامسي من يتقدم في المركز السادس في هذه الانطلاقة المميزة. بينما أرى الأسماء، هذا هو الشعار بالضبيعة، وصل في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الأداء الكبير. الأسد سالم بن محمد بالضبيعة يقدم لنا الأسد من الجانب الآخر. بدأ أيضا الأسماء تتقدم، بدأت الشعارات تصل، هذا هو القادم شديد يابر بن ناصر بن حسن الهاجري قادم. بينما من وصل أيضا وتقدم في هذه اللحظات، هذا هو صايب لحمد بن حرب بطشة بن ثعلب العامري قادم، يقدم لنا هذه أيضا الانطلاقة. ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية. هذا هو معوض يتقدم بالمركز الأول، معوض على الصدارة لعلي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي يتقدم. ولكن الله، نشان لسالم بن محمد المتعرض العفاري قادم المركز الثاني وغير الى المركز الاول. ولكن من الجانب الاخر ارى تدخل شعار جديد يتدخل، هذا هو صايب لخميس بن سالم بن خميس الشامسي يقدم لنا صايب روح يا الشامسي روح. ومن الجانب الاخر ايضا هذا هو القادم ايضا والمتقدم شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري. ولكن يا مرحبا باللي وصل هذا هو ياقوت حمد بن سلطان بن عواد النعيمي يقدم لنا ياقوت، أتى من المراكز الخلفية وهناك بضبيعة يقدم لنا الأسد سالم بن محمد بضبيعة، والواصل أيضا جراح محمد بن عبد الله العسكري يقدم لنا أيضا هذه الانطلاقة. الفارس وصل لمحمد بن حمد بن سهيل العامري قادم، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، هذا هو جراح لمحمد بن عبد الله العسكري من يتقدم بالمركز الأول. المحاولات الأخيرة أيضا من الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد
محمد المشيخي يحاول ينتزع الناموس، ولكن خلاص غادر جراح محمد بن عبد الله العسكري. تهانينا لك على هذا الانطلاق المميز والانطلاق الجميل. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصل بدخول قوي شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي. والمركز الرابع مشاهدينا الافاضل وصل بحر لفضل بن صالح بن خلفان الغفلي. المركز الخامس اتلافي لحمود بن حمد بن حمد الوهيبي. هكذا اذا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي الى لحظات الاعاده، لحظات الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام. هذا هو بالمركز الاول. التوقيت الزمني 5:53 بالوفاء والتمام. هنا ايضا تشاهدون ايضا لحظات الدخول بين ايضا الشعارين، فوت وفنش بين الشعارين. هنا لحظات الوصول بين ايضا اللحام 95 و38 سوف نتابع هنا لحظات الاعاده ولحظات الفوز والانتصار. ناتي مشاهدين الاعزاء للتوقيت 5:53 بالوفاء والتمام. ناتي الى المركز الثالث. المركز الثالث يا مخرجنا العزيز. اذا مشاهدينا الكرام نهنى ونبارك لمالك، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، لمالك شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري، حيث ايضا حصل على المركز الاول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اتى فيه جراح لمحمد بن عبد الله العسكري بفارق بسيط. تهانينا لك ايضا يا مالك جراح. المركز الثالث 5:54 بالوفاء. توقيت مشاهدينا